يا هلا وسهلا فيكم. تم افتتاح أمس غرة رجب، افتتاح سوق الحرفيين بالأحساء، يصادف 1441 رجب وميلاديا يصادف مارس 2020. تم الافتتاح من قبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف. بنعمل لكم جولة حية، حياكم الله. نبتدي الجولة الحية متواصلة بدون توقف. طبعا سوق الحرفيين بالأحساء في قلب الهفوف التاريخية، سابقا سوق الخضرة القديم، سوق الخضرة القديم نفس الموقع، الآن حول إلى سوق الحرفيين بالأحساء، يعني بني من جديد، بني من جديد، هدوء، بني من جديد. هذا سوق الحرفيين بالأحساء، هذه البوابة الجميلة. مرحبا بكم، جولة إن شاء الله بدون انقطاع إن شاء الله. هذا قيمة العقد، مدة المشروع اللي صار فيه المقاول مؤسسة ناجي بسرور. زين، وهذا مخطط السوق. طبعا بشرح لكم بعد ما سألت القائمين والمسؤولين هنا في السوق. هنا المواقف، وهنا الحرفيين، محلات الحرفيين كلها هنا. زين، وهنا ساحة الفعاليات، وهنا الأكاديمية مع المطاعم. طبعا هنا بيكون في مخبز، في بعض المقاهي البسيطة، بس هنا المطاعم الأساسية والأكاديمية هنا. هنا ساحة الفعاليات، وهذا المخطط كامل. يعني هنا صار أوضح لساحة الفعاليات، وهنا السوق الحرفيين كلها دار مدار، وفي كم مخبز ومقهى، وهنا اللي هو الأكاديمية مع المطاعم. شوف هنا يعني، أوكي، دار العامة، المباني والمرافق. يا هلا وغلا فيكم. طبعا أنا جيت في جهة هدوء أساس إني إيش أقدر أعطيكم معلومات عن السوق. طبعا السوق مثل ما شفتوا شوفت عينكم يتكون من 109 محلات تقريبا، 90 محل تقريبا للحرفيين، أوكي، وقرابة 16 محل أو إلى 20 محل بيكون للمطاعم وكافيهات. طبعا السوق يتواجد في الهفوف التاريخية، الموقع السابق لسوق الخضار، موقع السابق لسوق الخضار بالأحساء، خلف سوق الحداديد. إذا تعرفون سوق الحداديد، خلف سوق الحداديد، هذا موقع السوق. أنا بروح لين النهاية وبعدين بدخل في الأروقة، بروح لين الأخير. هذه النافورة الجميلة، وهذه الباحة، نجيها إن شاء الله. كمل جولتنا إن شاء الله. جميل، نروح لين النهاية وبعدين نتعرف على الأروقة. هذه بوابة، أحد البوابات، هذه النهاية. نروح لين الأروقة إن شاء الله. طبعا في محلات كثيرة إن شاء الله. بعد هذا الافتتاح يعتبر افتتاح تجريبي، وبعدين سوف يعرض للاستثمار
التأجير للجميع الحرفيين. شوف هذا في بوابة أخرى هناك. كمل الجولة، كمل جولتنا، نرجع احنا نروح إلى كل العروضة إن شاء الله إلى مكتب أكتب إدارة أو زي كذا. المهم كمل الجولة. شبديش أخلي ما شاء الله، كل حرف ما شاء الله، الخصوصيات والحركات وها. إن شاء الله. هذا العم السيد بعد ما شاء الله. شو اخباركم؟ طيبين؟ الله يحفظكم ان شاء الله. هذا الفخار، وهذا احد البوابات، هذا احد البوابات. زين، طبعا السوق جديد، ومثل ما تفضلت افتتاح تجريبي. افتتاح تجريبي، هذا احد اقدم نحاتين في الحسا. اوكي، شزين نجار وحركات اخشاب، شيء طيب. الله ما شاء الله، المحلات كثيرة. هذا القشوت المشالح. أنا طبعا بشكل عام ما أقدر أدخل كل محل، أنا بمشي في السوق كله، لكن ما أقدر أدخل محل. نكمل الجولة، الجولة الجميلة. سوق جميل. شو أقدر شو أقول؟ شو أخلي؟ هذا القفاص والحركات، محل القفاص، القفاص ان شاء الله. وهذا وسط السوق. طيب، يؤدي اللي مساعي للحوي او بهو السوق. المهم الاشياء الفنيه والطبول ولا. طيب، كمل يا سيدي. هذا الخصوصيات، وقفص، هذا قفص ايضا. هذا عجبتني القبة، هذا عجبت. ماشي، نكمل الجولة الجميلة ان شاء الله. طبعا كل ممر له اسم طبعا. اوكي، هذا ممر اخر. كمل. هذا البهو، هذا البهو، هذا البهو، هذا البهو، هذا البهو، هذا البهو. في جلسات حلوة هنا. هذه الحلوة الحساوية. هذا في قهوة هنا بعد. هذا وسط السوق، وسط السوق. تقريبا اخذت جولة كاملة على السوق لحد الآن تقريبا. يعني هذه البوابة اللي قبل شوي رجعنا لها، هذا احد البوابات. وهذا حبيبنا جاسم الصقر، راعي الكنار ونوادر الاحساء. شو اخبارك طيبين؟ شو علومك؟ تمام، شو اخباركم؟ مرتاحين حبيب قلبي بوجودك. والله
والله وجودك بعد قبل واحد الاحصاء حبيبي والله نعم حبيب قبل خلاص خليناها الواحد الحين شلنا الاحصاء واحد والله نعم اسم الله يسلمك حبيب قلب ايه حلو حلو الله يسلمك عطنا عليك مبدع مبدع ما شاء الله ما بقى شيء ما حطيته بالحس حبيب قلبي الله يبين وجهك الله يسلمك عاد عطنا كلمة بمناسبة افتتاح السوق هذا والله انا شو تقول شنو شعورك السوق والله تصميم رائع ثانيا في مستقبل له أكاديمية تعليم الحرفيين أحسن من كذا لا صحيح وأي حرف حرفية نادرة بالحسن موجود يصير عندنا لا جميل ذكي العافية تصميم ما شاء الله عالمي صحيح والله ما شاء الله تبارك الله جميل شو المنتجات اللي تبيعها غير الكنار الكنار عندنا جزر حساوي من نوادر الأحساء عندنا غير الكنار جزر حساوي من نوادر الأحساء جميل العالم كله ما عنده احمر جزر اللي عندنا جزر احمر جميل وبعد وعندنا جميع انواع الكنار بامي حساوي جميل ورز حساوي ترنج حساوي جميل سفسيف دبس مال محاصيل مش مال مصانع جميل مال محصن مال فلاحين تمام شرط نظيف جميل طيب طيب وليمون بعد والله ترنج ايه ترنج كل شيء حساوي كل شيء حساوي نعناع بعد ولا نعناع وحبك خلص الحبك كل شيء حساوي حتى انت حساوي وانا حساوي وانت حساوي يعني اصلي الحمد لله رب العالمين جميل يعطيك العافيه حبيبي الله يحفظك ان شاء الله الله يسلمك تقريبا انتهت الجولة باخذ لفة من خارج السوق من خارج السوق تفرجوا هذا سوق الحرفيين من برا زين نفرجكم عليه من بر اوكي هذا ساحة المواقف في نافورة بس نافورة طافية الحين لنهاية الوقت هذا السوق وهذا زاويته هذا هو شفتوا ولا ما شفتوا نفرجكم هنا هذا أحد البوابات الجانبية اللي قبل شوي مرتها مرتين يعني تقريبا البوابة دي اوكي نكمل من خارج السوق خارج السوق صراحة قليل اللي يصور السوق من برا وهذا ساحة فعاليات هنا زين الساحة ذي فعاليات عرضة قد يكون مهرجان قد يكون مسابقة غيرها هذه الساحة وفي جنبها يقولون في أكاديمية لتعليم الحرف وهذا يعني السوق متقسم إلى ثلاث أقسام أو إلى أربع أقسام هذه الجهة الخلفية للسوق هذا السوق من الخلف بوابات الخلفية زين طبعا السوق يجاور السوق طبعا زين السوق يجاور السوق هذه البوابة اللي رحت لها في آخر شيء بداية الفيديو إذا تذكرون قلت لكم خلنا ناخذ بداية آخر شيء وصلت أنا البوابة هذه من برا البوابة من برا تفرجوا عليه من برا شبعوا عيونكم شفتوا هذا اليوم يوم اوقف هناك اذا تذكرون بداية الفيديو اوكي هذه الزاوية الثانية ايضا للسوق الزاوية الثانية من الخلف هذا من الخلف من عدادات كهرب بعد اوكي طبعا السوق في مواقف أساسية اللي شفتوها في مقابل البوابة الرئيسية ودار مدار السوق كله مواقف على فكرة دار مدار السوق
كل مواقف، فإن شاء الله المواقف ما تحتار فيها. في أيضا بعد دورات مياه خارجية، وأتوقع في بعد دورات مياه داخلية. هنا على ما يبدو عدلات كهرباء أو بوابات خلفية للسوق، بوابات يعني مش دخول وخروج، خدمة أو كهرباء أو غيرها. هذه أحد البوابات أيضا. زين، طبعا أنا جيت في نهاية وقت السوق، السوق يفتح من 4 لين 10 مساء. الآن افتتاح تجريبي إلى السبت، وبعدين بيفتح دائما إن شاء الله، يعرض للإيش، للتجار الحرفيين أساسا. هذه المواقف لكم الأساسية، وهذه البوابة الرئيسية، ودار مدار السوق في مواقف. أوكي، هذه الزاوية. أوكي، هذه الزاوية، الشباب جايين. أوكي، هذه الألقاب اللي حصلت عليها الأحساء. الأحساء موقع تراث عالمي، الأحساء عضو شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، والأحساء أيضا عاصمة السياحة العربية لعام 2019. مرحبا بكم الأحساء. وإلى هنا أصل إلى ختام هذه الجولة الحية والمعلومات العامة عن سوق الحرفيين بالأحساء. أخذنا جولة عامة ومعلومات عامة، إن شاء الله أنكم انبسطتوا. وكان معكم أخوكم عقيل البحراني من قناة الواحة، لا ننسى بعد سناب الواحة، استعدون واشتراككم في قناة يوتيوب الواحة. من سوق الحرفيين الهفوف الأحساء، في أمان الله.